السلام عليكم الخوت الخواتات، كي دايرين؟ هانين مهنين. كنشكروكم المتابعه وكنشكركم على حضوركم معنا في اي فيديو حطيناه. ومنساوش خويا الدحماني حميد، بسم الله بلندو. تي بلاتي بلاتي بغيت لك 70 كلب. منساوش خويا الدحماني حميد اللي مهلي فينا، خويا حميد توراشيد وعبد الغفور والحاج والحاجة، الله يسهل عليكم من هذا المنبر. وكنشكروكم بالفضل ديالكم، حنا غناكلو هاد الكيكات بالفضل ديالكم، حنا غناكلو هادشي. شكرا لك خويا حميد من هنا الطاليان، احسن كيكة اليوم طيبة بالروز ديال الطاليان جابوا لنا خويا حميد، الله يحفظه والله يسترو. امين. والله يعطي ما تمنى، والله ينصره، والله يزيد في عمره، والله يرحم خو سعيد، والله يشافي بو الحاج ويشافي امو الحاجة ويخلي لي بنياته. خونا حميد انا خليتك فيز وديز. امين. الله يخلصه مساء، الله يرزقك الصحة والتيسير. هاك هذا روز حيدي العاشق. بسم الله الله. هاد الكيكه ديال الروز، هادي كيكه ديال الروز. ها شوف الطياب ديالي انا اللي مطيبه، كيكه ديال الروز الشيخ. هادي كانت ناعسه ما على بالاش. غير انا اللي وريتك المقادير. تي وريتي المقادير، يلا قول لي اش فيها. وفيها المايونيز. بلاتي زين، انا غنعطيكم المقادير ديال هادي وانتم غتكتبوا في ورقه. غنعطيكم المقادير ديال هاد الكيكه وانتم غتكتبوا في ورقه. كنحتاجو جبانيه ديال الروز اللي عندو الدراري ولا شناهو بغا يدير بلاطه بحال هادي. جبانيه ديال الروز كلاصي من النوع الممتاز، جبانيه ديال الروز. سمع، خلينا ناكلو حنا وبلاتي، خلينا نعطيو الناس الوصفه. هو تما نعطي الوصفه تنديرو حنا. سمعوا، غتحتاج قيدو في ورقه، غتاخدو جبانيه ديال الروز. وبغيتك مصيبه تصيبك، قولي امين. يلا بغيتي تاكلي، احنا ما نعطيوش الوصفه كاع بناقص. لا لا عطيهم، عطيهم الوصفه. لا لا تعطيهم غادي. انا عارفك لا دويتي ما تسكتش. بوياتي ما تشد ما جا ما يسكت. لا سمعوا، والله تعالى نعطيكم الوصفه. قيدوا، ديروا ورقه وستيلو. هات، كتحتاجوا جبانيه ديال الروز واحد، جبانيه اللي كتشربوا فيها الحريره، جبانيه ديال الروز جوج، كتشدوها كتسلقوها فواحد الكاسرونه حتى كتسلق مزيان. ملي كتسلق مزيان كتشد واحد شويه ديال البصله كتقردو، كتشحرو مزيان حتى هو تيكرم. يتشحر مزيان في المقله بوحدو واحد شويه ديال الزيت. ملي كتشحر لكم البصله وكتشحر وكيتسلق لكم الروز مزيان، كتشدو تكبو فيها الطاوة بحال هاد الطاوة، كتجيبو معاه جعواشق ديال المايونيز، كديروا معاه الفرماج الاحمر واحد العاشق ولا شناهي ديال الفرماج الاحمر، دقدقوها فوق وتحركوها. كتشد واحد شويه ديال العطريه، سكينجبير والبزار والخرقوم، المهم العطريه ديالكم. وغادي تشدوا سيدي داكشي كامل ودمجوهم مزيان، واحد التنسيمه ديال زيت العود، تحركوهم مزيان. بقاو تحركوا 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 حتى كيتحركوا مزيان. كتشدوهم كتقرصوهم في هاد اللاطا مزيان. ملي كيتقرصو في هاد اللاطا كتديهم الفران، كتكب عليهم جوج بيضات ولا ثلاثة ولا أربعة ولا حساب اللي بغيتي انت ديال البيض. أنا كبيت غير جوج بيضات. ها البيض كيجي، شوف مبغيتش نسرح البيض. ها ها أنا غنوريكم البيض كيجي. يا سلام، ها حق تنوصلو ليه، مبغيناش نخسروها. كيكة كتطلع واعرة بالروز وجوج سرادل. انا درت فيها هنا جوج سرادل ديال الطون ايزابي، جوج سرادل ديال الطون ايزابي، زيت درتهم فيها وطلعت يا سلام، والله ما تشبع منها. اقسم لك بالله، الله ينعلبوك اللحم. مشتيش انا قلت خليني ناكل دابا. انا كنبر ضربت نص طاوه وانت مسكت. وهذا الروز والله الا جابوا لينا حميد، الله يكبر بيه والله ينصرو. وشوفوا الله يرحم لكم الوالدين، والله اللي دارها قرا المقادير عطيتهم ليكم. وتا اللي ما عرفش المقادير يدخل، راني حاط واحد الفيديو ديالها في اليوتيوب شحال هذا، دخلوا
ديروا قلبوا على الفيديو تغتلقوا. هيا فاطمة السوسة ما هم ديريش فيها الملح. درت الملح قالها والله إلا درتها بالله ما تقوي الملح صراحة. وحل البريد ديال أتاي اللهم بارك وزيد في ذلك. والله الله 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 وخفيف وكول وحرك كول ودور مع راسك. واحد شويه دار المعدنوس ذوق بيه من الفوق ها هو حتى هو طلع واعر. زلف الصراحه ما عليكش جات زوينه ها جات بنينه كانت ناعسه كانت ناعسه نهار قد زمانها طيب وفور مكسكس وهو ثلاث نوت تاكل. الله يخليك ليا زماني مادام ما يضركش والله خا تاكل سيدي لا كاع ديك عراوزة تلقتيهم تتا شوازينا اي لا سمعت طيبتي صحبتك غني غني واحد ديسكا غني غني واحد ديسكا ولا الحمام شوهتين ردت طيب ديك عراوزة درتي تلقى وخبيتي في الباب. قولي قولي ديك الديسك ديالك تعاهدنا وقول هادي جاي شعيبة قولي 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 انا مزوج اي نقول اي قولي ديك الديسك قولي أقول شنو نسيت وياك عهدنا وقول هاليا يا حبيبي خلاص سيري سيري خلينا نمشي عاد شغل نبدا ناكل اي غني غني ناكلو والصراحة راح وقول هاليا يا حبيبي خلاص ما شاورتي ما قتلتيني ليش ياك تعهدنا يا حبيبي وحفرنا الساس ما شاورتي ما قطعتيني ليش صراحة راح أقول عليا يا حبيبي خلاص ما شاورتي ما قطعتيني ليش صراحة راح أقول عليا يا حبيبي خلاص ما شاورتي ما قطعتيني ليش ياك تعهدنا ويا حبيبي وحفرنا الساس انا وزي ما بغيتيني ليش صراحة راح وقول هاليا يا حبيبي خلاص ما شاورتي ما قطعتيني ليش ياك تعاهدنا وقول هاليا يا شعيبة خلاص صراحة راح وقول هاليا يا شعيبة خلاص ما شاورتي ما قطعتيني ليش وامي ركبت في البابور كنت البابور اللي شق بيا البحورة راس مالي الباسبور عالباسبور وسكت عملكته واش نمشي ولا نقب ولا تديني يا امي المواس عزيت ساكي وغادي باكي لبات وقلع والعين كتدمع وندوي بالعربية يا امي لما رد عليا وبلاد العجاب يومي كلها عنصرية ظلام الحال عليا توحش والديا أمي رجع في الله في البابور في البابور اللي شق بيا البحورة راس مالي الباسبور عالباسبور وسكاتو على كتاف واش نمشي ولا نقب ولا تديني يا أمي المواج هزيت ساكي وغادي باكي لبات وقلع والعين كتدمع وشكرا لكم اخوتي. شكرا لكم بزاف على المتابعه وشكرا لكم على الدعم وشكرا لكم على لايك وهاد الاغنيه بخاطركم وبخاطر خويا الحاج علال بواد حميد الدحماني.